سلامتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نكهة البلاد. نكهة البلاد البرنامج اللي تعودتوا عليه، يجينا شاف شوف ويقدم لنا أكلة من أكلات تونس الجميلة. اليوم النجم اللي باش يكون معنا حبيتوه، تفرجتوا فيه في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية، هو الآن مدير المسرح البلدي، الفنان المتميز الخلوق. نقدموا لكم زهير الرئيس. زهير الرئيس مرحبا بك. مرحبا عايش. نورتنا. عايش. نور الوجود. إن شاء الله رمضانك مبروك. انتم زيادة الناس الكل واللي يشوفوا فينا توا نقول لهم ان شاء الله رمضان مبروك، وان شاء الله يا ربي رمضان هذا يكون خير من اللي فات برشا وخير من اللي فات الكل. اسبيرون. يعطيك الصحة. نستقبلوا شيف شاف شوف ونشوفوا الرسائل اللي باش يقدمها لنا اليوم. شيف تفضل مرحبا بك. يلا هات شوفوا شاف شوف. وخرنا شوية نجي نخدم الفطور الفطور نتاع الصباح سينو انا بيت برا بيت كل هي حاجة صلي على النبي سويعة بركة سويعة بركة مهدي سويعة بركة اسمع مبروك يحبوا يفطروا الصيطة نتاع الصباح هي معناتها نسكروا الحانوت ونروحوا واحنا كيفاش نخدمهم يعني خد نعرف عليك اي لا لا وسع بالك اسمع كونترا سي كونترا سي با بروفيسيونيل تمام وسع بالك انت شكون مزيان عرفتك تمام شكرا وسع بالك عطلنا شويه تمام حتى مشكل اي انا باش مدخلني شكري بوزيان نخدم على روح علاش انا نجي في الوقت هذا نقعد ساعه في الكهرباء يهز لي النوم ونحلم ومن بعد نجي لهنا باش نلقى معناها الخوذه هذه والله يا سي زهير شوف معزتك على راسي من فوق ربي والله انا زيد انا زيد خدمتي راه قلت لي انا عندي خدمتي انا الصباح لازم نكون في المسرح البلدي خويا اون برانسيب انا تو ساهر حتى لهنا مش نقطع مسافه نتاع سبعة وديان وسبعة كياسات باش نجيني لهنا نجي نلقى اموركم ماهيش مضبوطه سامحني في الكلمه سي با برو سو ني با برو حشيك هي محمد انا ما نخدمش مع واحد عامل فيها بطل راه يا الراجل ماهوش نامبورت كي زوير الرئيس في البلاد صراحه خليني نكمل عايش خويا ليه يبرا روح اسمع على شنو يدلل ما نعرفش انا كان شو تعمل 800000 هذاك علاش يدلل منك انت محمد من بالبيلوت مع شو اسمه وقلت لك السيد هذا عم فيه بطل انت خويا هكا هكا بطل على طرف معدنوس وسفناريا ولا بلا ها والله تاكيد لك الفول مش قلت انا نمشي في الكلمه كتبنا كونترا مع بعضنا على اساس يلتزم بالكونترا هذيك كيف نزولك فاش تكلم مع الناس الكل ملي جيت وانا نسمع في الكلام وانا واقف غادي هاي جد حتى مدخول ما احترم حد ما فما بروديكتور وفما مخرج وفما عندكم منصه والراجل جاي هابط في غريق الليل وجايبني لهنا والله 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 عمل لي الكل وانا علاش العباد ما مكبر في عينه حتى حد ومن بعد يقول لي هاني انا مشيت اي كي مشيت انا شنو معناها جي هاني جيت هاني روحت تعديت عليك قبل في الكاميرا كاشي ولا نعم تعديت عليك قبل في الكاميرا كاشي تعديت عليا اللي تعديت عليا تعدى عليا حد شيء يعني اللي تعدى عليا تعدى عليا تصفيق على سيزو تصفيق على سيزو هاي تصفيق على سيزو هاي تصفيق على سيزو هاي ضحك وتفليك وتطيب وجو حبينا قبل ما نبداو نعملوا ضحكة صغيرة وتفليكة صغيرة على اساس نشوف هكا ولا هاي يعطيونا خير شرف للتقديم هاي سي زهير مرحبا بك مرة أخرى عايش وسمحنا على المقلب اللي عملناه من الأول يا ولدي سمحتك عندي تو ثلاث سنين وأنت في بالك أستاذ بالكوجينة ولا اي اي بيان سور عديت عزوبيه وانا كامله وانا مرمط ونطيب ونعم في برشا حاجات باهي اليوم باش تكتشف معانا منو بنزرتي بنزرتي باش نبدا في بنزرتي ما يقولوش بنزرتي يقولوا بنزرتي البيت بنزرتي بنزرتي منصوبه راه كل البلاد فيها معناها شعر معين اما بالحق بنزرتي خاصه يقولوا دار الحليب دار الحليب معناها سبيطار مش دار الياغورت اتساف الراديون فهمت مازال مستعمل الكلام هذا اي انا عندي صاحبي خدام بنزرتيه قلت له برا قلت له وين الزنقه؟ قال الزنقه يبدا يقول هذا نتاع الانتر 23 مليار الزنقه سي با واحده هكا كيما صحيح هذيك هي اللي يحطوا فيها الماكله يقولوا احنا المعزنه هذيك الزنقه اي توا في اللونتري عندنا حاجه جاريه باش نعملوا حلال مدبشه دبشه حلال مدبشه ما نعرفش نطيب والله لا يدبش موبل ما فيها شيء ما فيها شيء سهله على الاخر ديجا باش تعاوني انت في حاجات نقدر
قال لي تقتلي حاجات ثانيه ماشي صعب عليك لا ليه ليه مش صعب انا قلت لك نطيب فهمت فهم حاجات ما طيبتهمش الحلال متصورها ما تبعدش على المكرونه الجاري يعني المكرونه الجاري لا المكرونه الجاري اقرب اي كرافس هكا بالمدبشه قلت كالعاده نبداو خلي البصل بالبصلات خليها تتقلى شويه تغزل على روحك تغزل عليك تغزل 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 تطلع لها تونسيون نلحقوا عليها هذه لا هذا طمطوم ماشي شويه هذه باش تجيك مطمطمه برشا راه هكا ناقص فيك كل مره تجيبوها هنا موسي زهير انت والكونتيتي نتاع العائله مش خاطر شاف معناها راهو الواحد يديغوست يذوق فما حاجات ما تجيش مطمطمه هذا الحلال ما تجي مطمطمه برشا حطينا شويه لكل طماطم انا يقتلوني يحطوها تبدا تقتل بالحروريه موزوزه موزوزه حاجه مش وهي يا ولدي معاك سيرتيفيكا ميديكال وهي قلبت فتفت الدنيا من داخل حطوا شويه ملح شويه ملح بلوتو فلفل اكحل هي تعالي فوالا هاك فتت باش تعاونها اي اي لا لا صنايعي من لا نحبك الكوجينه راهو كوجينه نفس قبل كل شيء اي يقولوا والفنان نفس معناها واحد يزيد نفس يدين يدين الحكم تاعك طنجره كي تحبها تحبك تجيب لينا انا نموت اتصورت معها طنجره تحبها طنجره انت او خرجنا فواج دروس انا طنجره خذيتها خمس سنين عرفي هاك بدا يذبل اي هاك تذبل الشاي خلطوا عليه شويه حمص يتقلى شويه خلطوا حسوا هكا اللي بدات باش تيح شويه زيدوا شويه ماشي تحس كي تسمع طنجره موزيكا هذيك انا مزيان موزيك تيلي سيمفونيه شوف كيف قول لك خاطر فما علاقه ما بين الطنجره وهو ما تلقاش ما بين الناس الكل دونك هو تشتيش الطنجره كي تبدا تعمل يحسها حاجه حلوه برشا توشوش كيما اللي مستانس بالتاي يقول لك كانون وبراد يوشوش ما يقولكش براد يغلي يوشوش معناها عنده حوار مع البراد خليوها تغلي شويه كيف ما تشوف هاي الصوص نتاعنا بدات تغلي غليت توا باش نزيدوها هيت عليك شويه مش الكل هنعمل حاجه تتو عيني ميزانك عينك ميزانك مازلنا باش نخلطوا برشا حاجات صناعيه يزي يزي اشتغلها شوية البطاطا مش كلها ولا لا قلت هالبطاطا على ما بيضت عندها برشا هيك تستغل ما كي جاريك اخوي بطاطا لانديزا البطاطا عاملة فون شوية قرع قرع صبا تحبش برشا اي مش برشا قرع داكا قرع ماسك بيه في المقلي يمكن يتعدي في الكفتيش ليه خليها تعود تغلي شوية وباش نخلطوا سنتين تو علاش مش زرستين ديما يقولوا سنتين لا ما هي حتى مش سنتين سنين ثو سن سن مش سنة ثو سن ثو سن بالسن دونك سنين ثو لا لا هنا ظهرت معلم بالحق هاي صناعي تو وين صدقت اللي انت شايف ماشي في بالهم يحرز الثوم يحرز الثوم اللي عملت له تك 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 تبارك الله جبته في 100 امتار ما تمشيش تغشش لا 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 هكا تو كل شيء مقبول منه ليه 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 تو وين امنت تو نزيدوا شويه حلال ما نحاولوا ما نحطوش برشا ولا خاطر هي باش تصيب المشاه نتاعها هاتك الله لا المدلكه تقعد تحرك للي تعاود تغلي مليح مليح سينو في الفقل يزن بواه رجع البرود المره الجايه يا خويا
اخي انت في الدرع تلصق لنا الماكله مش حل راهو كاكل شو يقولوا علينا الناس لا لا ما يجيش انا عمري ما سمعت ما ريتش الوالده يرحمها تعملها ولا المدام يقعدوا يحركوا يحركوا اخي صح تعاود لا كي تعاود تغلي سيبا توا شو نعملوا باش نحطوا شطر شويه معجنوس وشويه بركة لافس بالله حطوا مع بعض فرد مره خليته ولا لا ما هو الباقي باش نكملوه قريب الطيب خليه حاجه تيب مليح سر نكهه الحاجه من عبد الاخر يعرف انا وقت يحطك الحاجه هذيك ويعرف انا وقت يزيدها مثلا انا تو في المكرونه كي طيب مكرونه كل شيء ما نحطوش كله من الاول نحط شويه برك من الاول وقريب الطيب نكمل الثوم ولا. والرن والكل ما نخليش الرن درا صحيح ولا لا صحيح شويه من الاول شويه من الماضي ساعه شويه من الاول شويه من الماضي ساعه غير درجه انتحار يوم العظيم والله كاينك حاجه وكيف ما يقول سي لطفي خليه هكا نسيت اسمك تعدي مهما اي يا سي زهير اسامينا تنسات كيما يقول سي يضرب لنا ربع ساعه في ساعات واحد تحصل معاه تقول والله يا سي تفكر في اسمك تفكر مين تقول لك والله كي غريبه تقول فكرت اسمك تتحرش لا لا خايبه خايبه ما تجيش انت سي زهير سهله ما حتى بيغلط فيها صاحبي كيفاش سي زهير سهله الناس الكل تطلعها معنا ما ضربه الاولى ما تقعدش يا سي لا علاش فما ولا فما فما ما تقولش سي زهير لا لا فما شكون يقول سي محسن خاطر فما محسن رئيس وزهير رئيس فما برشا يقولوا لي محسن نقول لهم لا هذاك راهو يغني وانا نحيي سي محسن الرئيس تحيه ليه وتحيه لكل والله الدوانسه الكل حي ستان غو مسيو عاد فما اللي عيطوا محسن نقول لهم لا انا زهير راهو مش محسن رئيس انا عيطوا لي عادل على ولد عمي عادل بنطقه واحد قال لي يا سي عادل فرقه لطفي راهي تعبه ياسر قلت مش عطيلك وجهك قلبها الحكايه باش تقول له قلت له خويا فرقة لطفي تاعك بنات تحيه لطفي العادل بلقى واللطفي والبنات الفواكه الجافه الكل هذا فرقة عادل ممتازه به نتعديو للسويته سويت خليوا هذيك تاع على روحها هذه اونتري اللي عملناها فوالا لونتري قلنا الحلال في الحلال يا رب فهمتني نتعديو للسويت نتاعنا باش نعملوا دورات محشي توا بدا توا بدات الريحه تتبدل ريت خويا توا سي زهير باش نبداو في الحوت المحشي مرحبا انا كارتين دورات يعني كيف باش تحشيهم باش نحشيهم فارس سهله على الاخر شويه جبن شويه بصل شويه معدنوس شويه ثوم ارفعها باش ناخذ طرف ملح حطوه هون وقال لك عاد تقول ربح توا سي زهير ربح اي ربح الفاح البرانسيبال عندنا الكمون الكمون منين شويه شويه به ناخذ سنون ثوم سنون اي سنون ثوم سنون ثوم بالو على سنون كالعاده نغفصوهم هذيك خفت ليدين انا مثلا ما نزلش نعملها انا كنت تنحك اللي حطوا فيها ثوم وتعملها سيئ جيت شنو هذاك الغفاص هذا؟ غفاص الثوم بريس 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 الثوم يبان لي ابتكرت اسمك يطلع معاك بريس اي بريس اي بريس باهي وباش نزيدوها بريس اي اي يدي هذيك هي في البيت علاش باش تقول اي نزيدو شويه زيت زيتون هذه حسها باش تجيب لي ريحة الحلال لما بنها يا خويا ملي تتقلى وهي بنينة شوف شوف هذاك سهلة العملية توا و شكرا على البيزو لا لا هاكا باش يدهنها الفاح نتاعنا نبداو من الاول احنا شوف ديجا شفتوا كيفاش خديناها الحوتة نحيناها السلسول نتاعها كيفاش عملت باش تنحي السلسول بسهولة برشا ناس متصور يحبوا يعرف بالمقص بالمقص قصوا من فوق حل شوف بالسكينة تضرب من فوق فوق السلسول تحت السلفون بعد تك تك ضربه بالعصا دكاو به نبداو ديما من الاول الكرش عباره بركه تعرف يا لطفي قولش عليها تولدت محلوله كيكه باش تحشي شفت ربي الله يعني الله يحل حوت حاضر بيش ما نعطيوها دهنه من برا هاي باش تتبرنزها دهنه اخويا نكثروا لها من ال... كثر كثر الكل ما مصخوش الدنيا الكل حيت شاس
ناخذوا الحوطه الثانيه. تحبش نحشيها هاي؟ هاي خلي زايد. طيب انت هاو باش نعطيك انت تبدا تخلط لنا الخليط. تعطيني الحاجات اللي فيهم تبلبيز معناها تبلبيز هذايا من الحاجات اللي بالفوشه لا. لا خاطر هو يمشي يشق بعد البلوك. فهمتوا. هذا جابك ولدواتو بهيبتو قدروا عبش ويدهن فيه. هاكا سيونس فن حتى بانتور. دوزيام كوش. بانتور. دوزيام كوش خويا خليها تشيح. يا رب. فهمتني؟ شوف. اقلبها على الجنب. كل ظهرها. خلي عليهم طيب خلي باش نخليوهم اون اتونت هكا هكا خليهم يقعدوا ليش اتونت هذوك كي ما يجيش وحطهم راسه ذنب هاي راسه ذنب هذوك اللي ليش اتونت كي ما يجيش ركاب يركب خليهم اون اتونت جامدات الزوج شوف بيعمل ايه هاي هذا اللي باش تعطيني خلطه كان صدقني ربي بطلت شحر بكنا والله كيلعاد سقط في قلبي الحكايه باش نروح بغصتي في قلبي عملها واحد خذ وخذ جبن عاد خلي جبن خلي جبن خلي خلينا نحركوا يدينا شويه انتم عيطتونا باش عقل نتعاونوا هكا يزي زيد شوف زيد مدام ايوه يزي البرودكسيون هذيك تكملوا بالعكس طلي مازال جبن نجيبوه وينو كل باش تخرف لحظه خركه باش هاي تحط اللبس بوندويت بوندويت هذا بيروح هذا بيروح هذا بيروح هذا بالبيزيدين العظمة اللي ما ننساش صحيت به هذا تخليطها هي تخل حركة عليه هو تحليط ريت خويا هي شفت الفارس ما احنا جوست حاطين عظمه باش تتلم شويه باش ناخذوا توا شفت الحوطه نحطوها في طرف الالومنيوم ايوا حطوا الفارس حوطه حامل اي حامل بالحشو حامل حشوا حاطين الفارس ايوا توا باش نعطيوها لفه فيها الالومنيوم وترمي في الفوري وهاي خليها تستنى هاذو نجم كفنها ريتها شكون من هذا اللي تتكلم الخطوه الثانيه اي فن فن لا ولا يعطي صحة احنا نفدلكم كل شيء على من عليه تريح وكل ما لا ولا فنين ولا فنان ولا فنان اسمع ما تخسرش بشويه فرينه وعظم باش من لا احنا ديجا تليق احنا ديجا باش نحطوها تليق قريب يسخن والله نحطوها في الالومنيوم الالومنيوم يليق وحده يشد جو به هاي سي فري خليها نجبدوا اتبقى مجهز معون تبارك الله الدنيا كل ولا مجهز ذاك مجهز خير من هذا الكل خرجته في الزهيزة شفت الزوائر كيفاش نجم خرجوا في الزهيزة مخطوب باش نحطه في الكوشة على 180 درجة ريت 180 في اي نعم باش خليوها تطيب 25 دقيقة 25 دقيقة حاجة أخرى من بعد قريب تطيب نحلوا شويه الالومنيوم خليوها تاكل السخانه ديريكت واش تعمل؟ تتبشمت تتقشر تولي دور تولي تتقرمش تولي جو اي فهمت هكا شم تعمل لها شم نار شم نار توا قالنا كيف؟ نحضروا اش باش نحضروا كوم ديسير الديسير باش نعملوا رشته نجاره حلوه سي زهير دابا باش نبداو في الديسير حاجه بنينه سهله ما تاخذش برشا وقت ما تكلفش برشا فلوس نبدا واضح ديجا حاطين منك ليه ديجا حاطين الماء نتاعنا يسخن اي انا هذه رشته نجاره حاجه بنزرتيه
بات معموله في الدار من فضلك. بنزرتي بنزرتي سامحني التكالي صحيح التكالي على البن سيد كان كان بنزرتي 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 جست من الاول باش ناخذ طرف زبده ذايبه به يسقي فيها فوالا نعم يا بابا وباش نخدموها يشحر فيها هذه احسها باش تجيب لينا زاد ان شاء الله ان شاء الله والحلوة دي غنينا زوايا غنينا حلوة توا هاي طريف خنجرني مغرب توا اي عاد وذن اي انت قبل ما يذن اعطينا ضريبة بالحلوة دي بالحق الحق والله زوايا بحبك علي الحلوة دي قامت تعجن عالفجرية وديك بيبن كوكو كوكو عالفجرية يلا بينا على باب الله يلا ايوه ايوه اهدلو صوتك حلو بارك الله فيك به جست توا بالكسكس بالكسكس كسكسلو يرجع لاصلو سيدي خويا تعرف فاش فكرتني هذيا فكرتني فكر فيسه الحلوه باش نخليوها احنا توا هذيك تتفور والله كاينك حاضر باش نقول لك ما نغطيوهاش باش تفور فيسه الرشته نتاعنا حضرت ديجا من بكري وهي تفور وبعضها دخانها وريحتها ودنيتها نحيها الكل لطفي خوي الغالي حاسس بالضياف طايح في عيني والله بالحق لاباس لاباس زهير اش عندك جديد من دك سمعنا عليها كل خير المسرحيه شنو هي العروض في رمضان شنو هي جديد ان شاء الله ان شاء الله في رمضان باش تعمل في المسرح البلدي ان شاء الله تزيد عرض اخر في المسرح البلدي وعندي مهرجان المدينه اللي هو موزع ما بين مسرح البلدي وما بين دونك مدينه الثقافه وما بين دار الأسرم وفهمت سيتان فيستيفال إكلاتي في برشا بلايص بالتوفيق وفما عروض أخرين خارج المهرجان حتى المهرجان ما ياخذش رمضان الكل فما عروض أخرين اللي فما ناس مازالوا باش يعملوا كونفيرماسيون تاعهم إن شاء الله تخي بيانتو يعني حافل المسرح بحول الله ربي يسهل لك إن شاء الله كيما ثم عروض في دار الأسرم ثم عروض في دار بنطق علاش لا ان شاء الله حتى دار الرايس زاد ما عندك تقول وي توا تحكي من بكري دار البيباني شبه لا 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 البيباني انا نمشي بيباني ونص والشباب كي زاد بيباني ونص بيباني اما خير ولا بيبان واحد اخر والله العظيم بيبانينا على روحنا والله ما نعرف كل واحد يجيب بيبان وعلى روحه به الرشته نتاعنا طابت وذاك تبرمخ تروف 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 باش نقص جرات جره عيش خويا باش نحط التمر مشى حنا بين يديه تمر طلع غال طيب تمر به عنا ديجا الزبيب بكري ندبر لك فيها والله لا نحب نقول للناس اللي تفرجوا فينا راني نفدلك عليه راهو يعطي حاجات باهي اذا انا نعمل في تعليق راني نفدلك عليه لو يلزم هو ولا هو البرنامج شنو المغزى نتاعو معناها الناس تشوف من بكري وانا نتاكي هاي ريحتها خايبه هاي شنو مشى حنا والاخرى باش تمشي هذه ماشي غبره بطبيعتها لا بالحق زهير الناس تستفاد من معناها الرسائل بيان سور لا هذه شوف بنينه وتفدني كمان انت ماشي تكون اكيد تعاد تاخذ منها تحط فيها ما نكونوش مسطرين بالمسطره صحيح حتى يولي يقولوا مرزنهم مرزن ملكتهم واحنا ما نتيقوش وماك تعرف حساسين ان شاء الله ما نكونوش برك رزان ان شاء الله ما نرزنيش عليهم يا رب ان شاء الله برك خفيف ان شاء الله خفيف أنا اللوز ديجا حمرناه من بكري حمرناه حمرناه في شويه زبده حمرناه لوز محمر اي والله حطينا السكر حطينا زبيب حطينا مكياج حطينا شويه زيت زيتونه التمر المقصوص تشمر تشمر تحيه لاهالينا في طوز محلاها كل بلاد انا عندي نوستالجي نوستالجي خاصه التوزر اللي قريت فيها 5 سنين نحيي كل التلامذة اللي قراو عندي مسرح في توزر وكل الأساتذة زملائي اللي أنا قريت معاهم وكل أهالي توزر وكل راي بلادي الثانية. بارك الله فيك. تونس وما جاورها. الدسير نتاعنا حضر. هاي. ماكلتنا كلها طابت. توا صحيح قالنا كان حاجة برك. نذوقوا. لا. باش نقدموها في الأطباق.
الذويقة يا حي بعد ذي حق 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 ليه مغوينة قلت موس إني قال لي صايم ولك يا عمي والقلت لك يا عمي ناخذ في دواء راني نحب رمضان برشا ونحب السيان أما لا غلطة هيك عندي دي كومبريمي ناخذ لطف عليك يعيش أما والله كنت صندوق أما ليه ما نحبش نشهي المتفرجين أنا نذوقهم هي ديجا أنت والله لا نعملها أنت تبقى بزنوها بشتهي أنا حتى فاتر على الدواء انا ما ناكلش ما ناكلش لو العبيد صايمه انا ما نقعد على الطاوله معاه يربي منك يا زهير ام منك صدقتوني صدقني صدق الحمد لله يا رب صدقني عملت الخير وعرفني قالنا كان باش نقدموا الاكلات نتاعنا اليوم الشيف شوف اليوم يعمل لنا ثلاثة أكلات دسمة باش يزيد يقدمهم من هو على طريقته الخاصة شنو تنجم تقول لنا على ثلاثة أكلات هما اللي حصلنا عليهم اليوم من نكهة البلاد شيف شوف باه كيف ما قلنا اليوم المنيو نتاعنا بنزرتي بدينا بنزرتي باه اليوم المنيو نتاعنا بنزرتي شدة باه عملنا الحليل من الدبشة خفيفة برشا خضرة نورمالمون تعاود تحل لنا الشاهية واحنا نهار كامل صايم وكل ما شيء بعد عملنا دوراد محشي عملنا فارس خفيفة كيف شوية بصل شوية معدنوس شوية جبن كعب عظم فلامينة فيه سامبل متاع حوت ونكملوها برشة نجارة حلوة كيف حاجة قديمة بنزرتايا صحيح بنزرتايا صحيح عاودنا رجعنا لأحيانا الذكرى بتاعها معناها قلت منسية شوية وانت حسب رأيك معناها هذه حاجات خفيفة معناها بس نكلا مش ما تفقلوش على المعد بتاعنا أنا رافع حاجة خفيفة سيرتو بعد سخانة في رمضان السيام معناه واحد يولي لوج لكثرية على الماء على حاجات جارية باردة شوية ماكلة خفيفة صحية لا هو راهو في الاخر كي حطهم في الصحن وريت الزينة انا وكل شيء امنت بيه والله شكسي زهير زهير ثم غنيه باش غني انا على الماكلة جوعان عايز اكل تيرارارارارا عطشان عايز اشرب والمغرب لا اذن هيك هو وقتش يذن يا اخوي ما عادش بس ذكرتني بالاغنيه هذه واحد طلب لي اذاعه برنامج ما يطلبه المستمعون واحد يطلب اغنيه لقطه من المسرحيه كل واحد شكر هو بيت في رمضان ما عادش ينجم طلبه مع الحداش قال لهم اخويا نجم تعطبوا لي لذان حب ذان المغرب يعطيك صحة نورتنا زهير يعني من المغرب للسحور يلزم لذان يذن سبع مرات بشكل سبع مرات هاي تنجم تحطوا لي لذان خلوا مع الحداش يعطيك صحة زهير نورتنا كنا سعادة بوجودكم بالحق نور بوجودكم يعطيكم الصحة انتم يعطيك صحة شيخنا يعيشك برشا ومبقى لنا كي نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله عيدكم جاي مبروك نتلقاو ديما في الخير ان شاء الله نتلقاو في الخير كما قال زهير ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير نكهة البلاد غدوه في نفس التوقيت وعلى نفس القناه شاهية طيبه باي باي شاهية طيبه باي